خلونا نعرف يعني تفاصيل أكتر عن يعني هذا اللقاء وتوقعات السيناريوهات المحتملة من خلال زميلنا العزيز محمد يحيى رئيس القسم الرياضي بجريدة الوطن. أهلا بك يا محمد. أهلا بك يا هشام، صباح الخير. صباح الفل عليك محمد. إحنا قلنا كده الظروف قد تكون صعبة بالنسبة للنادي الأهلي، الإرهاق، أرضية الملعب، الظروف المناخية الصعبة، هل ده ممكن يرجح كفة فيتا كلوب في لقاء اليوم ولا الأمور ممكن تكون بتمشي بشكل طبيعي، خاصة أن النادي الأهلي معتاد على اللعب في أفريقيا تقريبا كل سنة؟ والله فعلا زي ما أنت بتقول الظروف صعبة، ويمكن كمان في رقم سلبي للأهلي في المباراة وللفرق المصرية عامة، إن ما فيش أي فريق مصري قدر إن هو يحقق الفوز على فريق كونغولي في الكونغو. دي ملاحظة غريبة جدا، رغم كل الإنجازات اللي الأهلي عاملها والزمالك عاملها قبل كده، ولكن ما قدرش الأهلي أو الزمالك يحاول الفوز على أي فريق في الكونغو. فيتا كلوب فريق قوي، ما ينفعش ان احنا نغفل قدره، كان وصل نهائي الكونفدراليه السنه اللي فاتت بعد ما طلع النادي المصري من الدور قبل النهائي. اذا هو فريق متمرس برضو، عنده خبرات افريقيه، عنده خبرات اللعب مع الفرق العربيه، فبالتالي المباراه مش سهله على الاطلاق للنادي الاهلي. لازم يكون عنده ان شاء الله الرغبه الاكيد ان هو يحقق الانتصار عشان يقدر ان هو يرجع بثلاث نقاط ويضمن مبكرا ان هو التاهل وصداره المجموعه كمان، لان مهم جدا عشان يتجنب الصدام مع فرق الصف. هو الاهلي لغايه دلوقتي هو متصدر برضه للمجموعه، بس حابب بقى هنا ياكد او يعزز من فرصه في تصدر هذه المجموعه بشكل كبير. الفرق نقطه ونقطتين عن الفرق الثانيه، مش الفرق كبير خالص، غير مطمئن بالظبط. لا وبعدين صداره المجموعه زي ما بقول لك مهمه جدا عشان يتجنب الصدام مع فرق كبيره في الدور اللي جاي. يعني عندك الترجي تاهل امبارح كاول المجموعه، وعندك المازيمبي هيتأهل هو كمان يعني في مجموعة الإسماعيلي، يعني في حالة فوز المباراة اللي جاية هيتأهل على شباب القسنطينة، هيبقى أول المجموعة، فهتبقى مواجهات صعبة جدا على الأهلي في حالة إن هو ما قدرش يتصدر مجموعة. الأهلي متبقي ليه اللقاءين دول يا محمد، لقاء فيتا كلوب ولقاء شبيبة الثورة الجزائرية، يعني هيكون في مصر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طب إيه المعطيات اللي تخلي الأهلي ممكن يفرض سيطرته على مجريات اللقاء؟ والله الأهلي يعني الميزات النوعية اللي بيتمتع بيها النادي الأهلي عشان يكون ليه كلمة عليا النهاردة. أكيد القدرات الفردية للاعيبة الأهلي عالية جدا، يعني زي رمضان صبحي، أجاييه، مروان محسن، وليد أزارو، علي معلول أحد المفاتيح المهمة جدا، عمرو السولية اللي جاهز إن هو يشارك. كل دي عوامل كتير تخلي الأهلي مرشح إن هو يحقق الفوز وإنه يرجع بثلاث نقاط، وتخليه أحد المرشحين الأوائل للفوز بالبطولة عامة، يعني مش تخليه مجرد إن هو يتصدر مجموعته بس. ولكن المهم هو التركيز، يعني شفنا الأهلي في سيمبا مسيطر على المباراة، بيضيع فرص كتير، ولكن في النهاية خسر اللقاء، خسر ثلاث نقاط، فبالتالي لازم يبقى عند اللعيبة تركيز في التسجيل مبكرا عشان ما يبقاش في دروب زي ما حصل قدام سيمبا ويفقد ثلاث نقاط مهمه بشكل غريب. انا شايف بشكل غريب ان انت تفقد ثلاث نقاط وانت مباراه مسيطر عليها وانت اللي مضيع اكتر من فريق سيمبا، ولكن في النهايه خسرت المباراه والتاريخ لن يذكر ان انت غير ان انت خسرت المباراه. طب محمد، هل في غيابات عن النادي الاهلي النهارده؟ لا، الغيابات مش كبيره، مش مؤثره، زي ما قلت لك اللي ما سافروش خلاص هم مش هيلعبوا. ولكن اللي هقول لك التشكيل المتوقع، يا ريت، محمد الشناوي هو اللي هيكون حارس المرمى في ظل اصابه اكرامي، ناحيه الشمال علي معلول، هيبقى جنبه ايمن اشرف وسعد سمير، ناحيه اليمين محمد هاني، وسط الملعب عمرو السوليه اللي رجع من الاصابه وهيلعب جنبه يا اما كريم نيدفيد او هشام محمد، قدامهم هيبقى نصر ماهر، خط الهجوم هيبقى في مفضله بقى لسارتي، في عنده ثلاثه جاهزين هيختار منهم واحد، اجاييه، رمضان صبحي، حسين الشحات، قدام مهاجم هيبقى مروان محسن هو اللي جاهز وهو اللي قدم مستوى كويس قدام بتروجيت، خصوصا ان لاسارتي مش عاوز يدفع بازاره من البدايه عشان لسه بيدخله سنه سنه في المباريات، فورمه المباريات. طيب يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. ويمكن محمد واحنا بنتكلم كده في وسط اللقاء جبنا سيره الاسماعيلي، الاسماعيلي لغز الحقيقه ومستواه الفني يعني الناس مش مبسوطه بيه قوي الحقيقه. لا بص، هو مش لغز، هو الموضوع منطقي جدا، طالما المدير الفني الموجود حاليا هو عارف فكره الخروج من البطوله والدخول مره تانية والامال اللي كان بيعقدها جمهور الاسماعيلي على فرقته بدات تتبدد بشكل كبير جدا. يعني المعطيات المحيطه بالاسماعيلي هشام ما تديكش احاء او ما توفرش بيئه صالحه لان هو ينافس على بطوله او ان هو يبقى عنده يعني
قدرة ان هو يستمر في البطولة على الاقل. فكرة تغيير المدربين مع اول تعثر يبقى اول رقبة تطير هي المدرب، ده ما بيعملش ثبات فني في الفريق. كمان يعني اجبار لاعب بحجم حسني عبد ربه ان هو يعتزل في وسط الموسم، دي حاجة برضو تحط علامات استفهام كتير حوالين الفريق بتاع الاسماعيلي. كمان بعض اللعيبة اللي لا تصلح للعب في نادي الاسماعيلي اصلا وتم التعاقد معاها، فبالتالي كل العوامل دي تقول لك لا، ان مش هو اللي هيقدر يعمل حاجة، او مش هو اللي هيسيب بصمه في بطولة افريقيا بعد عودته بعد غيابه كل السنين دي عن المشاركة في دوري ابطال افريقيا. يعني الاسماعيلي احتفظ بالاسم وتجرد من الفعل، بالضبط ممكن نقول كده. بشكرك جدا زميلنا العزيز محمد يحيى رئيس القسم الرياضي بجريدة الوطن، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لوجودك معنا.